سيادة النائب محمد أبو العنين. الحقيقة يعني تحية تقدير كبير للتقرير، وتحية أخرى للحكومة اللي قدرت في وقت قليل تدي رسائل حضارية لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر. أنا قبل ما أجي يا فندم في الاجتماع ده سألت أصحابي، قلت لهم إيه اللي بيحصل دلوقتي وإيه الفرق قبل الوزارة وبعد الوزارة. الحقيقة كان في إجماع، قال لك فلسفة التعامل بين مصلحة الضرائب الموظفين مع الممولين اختلفت. قلت لهم إزاي؟ قالوا إحنا كل يوم كان بيجينا الصبح كده التليفون يقول لك الحصيلة كام؟ وأنت مطالب تعمل إيه؟ النهاردة ما بقتش دي، النهاردة بقت الكلمة اللي سمعتها دلوقتي من معالي الوزير، أنا عايز المستثمر يكبر وينمو ويتوسع. هو ده الاقتصاد، هو ده موضوع الاستثمار عندنا، هي دي الرسالة الحضارية اللي احنا عايزين فيها مناخ الاستثمار يبقى مناخ يتوسع كل إيراداته وأرباحه يعمل بيه توسعات تانية. الحقيقة النهاردة احنا قدام منظومة تنافسية كبيرة حوالينا كلنا، وسوق الاستثمار العالمي مفتوح للكل، والكل النهاردة بيتبارى، الدولة بتتنافس مع دولة في قوانينها وتشريعاتها وسياساتها وممارساتها اللي تقدمه للعالم والمستثمرين. ايه انا عايز اقول، الاتيتيود ده جيد جدا. النهاردة احنا قدام قانون، معالي الوزير دلوقتي قال انا عايز اصفر المنازعات الضريبية. خلي بالكم التعبيرات دي، انا قاعد بسجل، لان كلمة تصفير كنت اتمنى ان العنوان يكون غير كده، كنت اتمنى نكلم المستثمر ونقوله انت امام عفو عام. العفو العام ده بيديك فرصة انك تصفر الماضي كله وتبدأ معايا من دي وان جديد، بس بالقواعد دي. كلمة عفو عام ده استخدموها على فكرة اكتر من دولة اوروبية، وقدمت كلمة عفو عام مرة في الاسكان ومرة في الضرائب ومرة في المرور ومرة ومرة، كلمة عفو عام. فانا بقول تسويق القانون مهم جدا الفترة اللي جاية، وارجو ان يكون في حملة مع الوزير زي حملات الضرائب اللي كان بيعملها يوسف بطرس غالي، عشان نتكلم المستثمر نقول له انت قدامك ايه وبتعمل ايه وهتوصل لايه، وده بيخلق اتيتيود جديد في مناخ الاستثمار الموجود في مصر. ارجو ان يكون الحمله دي هادفه عشان نوصل هذه المعلومات. معالي الوزير، العشرين بند اللي تفضلت بيهم دلوقتي واتكلمت عليهم حقيقه عملوا صدى هايل في المناخ، وادوا رساله حضاريه ان في جديه في مقترحات جديده بفكر جديد، هادف قصده هو الاستثمار مش الجباية. الجباية النهاردة هي الحقيقة كان البيت القصيد قبل كده، ويبقي كانت في سوق بتحتم علينا كده. النهاردة احنا عاوزين نتكلم على الفرخة اللي بتبيض كل يوم بتوسعات وإنتاجية وإنتاج وتصدير زي ما سعادتك اتفضلت. أنا عايز أقول إن الباكج اللي حصل ده كله كان في الصناعات الصغيرة، لكن الأتيتيود الجديد اللي أنا عايز أكلمه في تنافسية، أنا عاوز المستثمر الكبير، عايز التكنولوجيا المتقدمة الكبيرة، عايز اصحاب رؤوس الاموال اللي يجي هي يوطن صناعه عندي، عايز الدوله اللي تيجي تعمل مدينه صناعيه باسمها، عاوز المنتجات الصناعيه المتخصصه اللي خصصها ووطنها في عندي في البلاد، عاوز المدن الصناعيه اللي تقول دي مدينه صناعيه عشان صناعه السيارات، ودي مدينه صناعيه عشان صناعه البتروكيميكال، ودي مدينه صناعيه عشان الصناعات الهندسيه، وتتوطن هذه الصناعات بحوافز وفكر جديد. انا اتمنى ان السكوب ما يبقاش هو على مستوى الصناعات دي، لانه في النهايه الارقام هتكون برضو متواضعه، لكن انا عايز النهارده افتح باب مجال الاستثمار واحس ان انا بجيب المستثمر الكبير يتوتر عندي. لو انا نجحت في الاتفاقيات دي، ودي قد تكون باتفاقيات بمبادرات جديده من نوع جديد وباساليب خاصه جدا، انا عايز دلوقتي اصحاب التكنولوجيا العالميه يتوطنوا عندنا هنا عشان يطلعوا الاجيال الجديده وتطلع منها القيم التصديريه الكبيره.
كل صادراتنا النهارده المتواضعه بالارقام كلها ما زالت متواضعه، لكن انا لما اجيب النهارده الصناعه زي ما عملت الصين وزي ما بتعمل النهارده فيتنام وبيعملوا وماليزيا، الجماعه دول جابوا وطنوا عندهم الصناعات وجابوا الاسماء العالميه الكبيره وطلعوا منتجاتهم في التصدير باسم الشركه المالتي ناشونال، بس منتج محلي استخدموا فيه العماله بتاعتهم واستخدموا في نفس الوقت الخيم المضافه عندهم للخامات وللعماله. انا اتمنى السكوب العالمي الكبير للصناعات المستقبل تتوطن عندنا، وده محتاج من سعادتك سياسه جديده خالص، سياسه جديده قد يعني هنتفق مع بعض بقى ونشوف بقى دي ثوراتها تمشي ازاي، لكن انا بتكلم سكوب جديد بمبادرات جديده عشان اقدر اعمل. واللي حضرتك عملته وقلت في 100 يوم زادت الحصيله 45%، ما زالت برضو الارقام دي متواضعه، لانه انت هتزود مش 100 هتزود 100% و200% و500% و1000% بالطول اللي انت بتقعدها دي وبالاتيتيود اللي انت خلقته. واتمنى لك كل التوفيق وتحيه كبيره لمجهودات كل الساده اللي موجوده عندكم في الوزاره اللي في مصلحه الجمارك ومصلحه الضرائب والجماعه اللي حسوا بالمسؤوليه الوطنيه والنهارده بيقفلوا ملفات. وانا اعتقد ان شاء الله في القريب العاجل التسويق القانون ده هيعمل لك حصيله كبيره وترجع وتصفر ان شاء الله الموزعات. وشكرا سياده الرئيس. شكرا.